الذي يبيع من نصح هنا يوفق إلى أن يكون رجلاً سمحاً. ولذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري؟ رحم الله رجلاً سمحاً، هذه صفة مشبهة باسم الفاعل تدل على الثبوت. ما السماحة؟ الجود. تقول فلان سمح بكذا وكذا، يعني جاد. الجود لا يكون فقط في ما يتعلق بإعداد الطعام أو تقديم الطعام أو الشراب للضيف أو للمسلم، لا، شامل حتى في البيع والشراء. رحم الله رجلا سمحا. ما الذي بعدها؟ إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. اقتضى يعني طلب حقه، ليس عنيفا في طلب حقه.